فيصل الناصر، عضو مكتب الاعلام حركه النهضه. كان لازم تحكي لنا شو اللي صار في بلاد. والله اللي صار هو طبعا شيء ما انه يؤسف له حقيقه، يعني هذوما ناس اصحاب مظالم، صحيح المظالم نتاعهم ربما ترجع الى فتره مش قصيره، معناها فتره بعيده شويه، الوضعيه نتاعهم طالت، معناها على مستوى المعاناه نتاعهم النفسيه، على مستوى المعاناه العائليه. انت تحكي تويكا على اهالي المفقودين. اهالي المفقودين نعم. يعني اللي جاوا حبوا يقابلوا السي رفيق عبد السلام. هما حبوا يقابلوا سي رفيق عبد السلام وزير الخارجيه. وفما شكون طلب منهم مقابله، معناها اكثر من مسؤول. لكن أغلبية معناها طالبوا بمقابلة سي عبد الله. احنا بالنسبة لنا قلنا القضية هذه قضية، معناها قضية إنسانية بدرجة أولى، ماهيش مجال لا للتجارب السياسي ولا للمزايدات السياسية. معناها احنا نعتقد أن معاناة الناس هذوما معاناة حقيقية، هذو أمهات يلوجوا على أبنائهم المفقودين، هذو ناس قاعدين يتلاعبوا بهم ربما برشا أطراف، قاعدين يبثوا لهم في إشاعات اللي معناها تدمر وتحطم الأعصاب وتحطم معناها التوازن النفسي نتاع اي شخص في العالم. الناس هذوما قضيتهم معناها ترجع بالاساس الى فتره الحكومه السابقه نتاع الباجي خالد السبسي. الشخص هذا وعدهم بانه ملف اولادهم معناها في طريقه للحل، اعطاهم وعود كاذبه لا اساس لها من الصحه، وعدهم بانه معناها عثروا على اولادهم وانه قاعدين في اطار مداولات مع الحكومه الايطاليه لفض المشكل الاشكال هذا. اذا به ظهر انه كل الوعود اللي قدمها المسؤولين في عهد الباجي خالد السبسي لا اساس من الصحه. الناس هذوما معناها حتى واحد ما يعرف اثر نتاعهم لا الحكومه الايطاليه ولا الحكومه التونسيه، وكل ما قالوه المسؤولين في عهد الباجي خالد السبسي هو من باب المزايده السياسيه او من باب ربما معناها التلاعب باعصاب وتلاعب بمشاعر ناس معناها يعانيين في معاناه حقيقيه. علاش تم التعامل معهم بالطريقه هذيك؟ هما ناس معناها نفسيا تعبوا وعندها برشا الحكايه، علاش تم التعامل معهم بالطريقه هذيك؟ هي المشكله احنا ورثنا هالملف هذا، الملف شائك ومعقد الى اقصى درجه. بذلنا كل ما معناها الحكومه بذلت كل ما في وسعها لحل هالاشكال هذا. قضيه ايجاد ناس او العثور على ناس مفقودين ماهيش قضيه سهله، قضيه تحتاج الى جهد كبير، تحتاج الى معناها تعاون كبير بين أجهزة الأمنية من تونس ومن إيطاليا وربما حتى أطراف أخرى، ولكن الجهد هو متواصل والعمل متواصل لحل معناها لحل اللغز الكبير هذا، ولكن لحد الآن ما فماش مؤشرات إيجابية، مؤشرات تشجع. الناس هذوما قلت لك سبقوا أنهم تلقاوا وعود من طرف مسؤولين في الحكومة السابقة، وعود كاذبة ما عندها حتى أساس من الصحة. ربما البعض منهم مش قاعد يتفهم أنه احنا حابين نوضحوا الصورة، نقولوا أنه ما قيل لكم هو غير صحيح، فما حتى مؤشرات تدل على انه يمكن العثور على الناس على الاقل مبدئيا، مش يعني هذا انه احنا معناها استسلمنا ووقفنا البحث. البحث جاري والعمل على اكثر من مستوى متواصل، واستعنا حتى بمعناها منظمات المجتمع المدني مش فقط معناها على مستوى الاجهزه الامنيه الرسميه، ولكن الى حد الان المؤشرات كلها غير مطمئنه، ويلزمنا نفهموا الناس هذوما وتفهموا الناس ونفهمهم اصلا ونفهم مشاعرهم، ولكن لازم يفهموا الناس هذوما انه راهو مش مساله سهله، مش قضيه ستحل بين عشية وضحاها. فهمت؟ واحنا نتعامل معهم مسؤوليه، قلنا لهم الامل معناها ما نفقدوش، ولكن لابد اعطاء شيء من الوقت وشيء من التعامل وشيء من المسؤوليه، حتى ربما لعل ربي سبحانه وتعالى يعاوننا باش نحلوا هاللغز.